حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورني ومشرفني. والنهارده حلقتنا حلقه عمليه مناسبه للصيف والاجازات، مناسبه للمراه العامله، مناسبه للمصايف، مناسبه لحاجات كتيره جدا، علشان احنا هنعمل تركاية صغنطوطه كده هتسهل لنا 3-4 وصفات يطلعوا حلوين جمال سهلين عمليين وكمان تكلفه لطيفه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل صلصه طماطم اساسيه للمكرونات، ومن الصلصه الاساسيه دي هنطلع كذا وصفه كلهم ان شاء الله يعجبوكم وينولوا رضاكم. اول حاجه عندنا النهارده صلصه الطماطم الاساسيه، وهنطلع منها مكرونه هنديه. عارفين الفراخ اللي هي بيسموها باتر تشيكن او الفراخ اللي بالزبده؟ هناخد فكره الصوص بتاعها ونعمله مكرونه، ومكرونه ايطاليه، وعندنا مكرونه مصريه هتكون بالكبده، وعندنا مكرونه ليبيه هتكون مستوحاه شويه من المبكبكه. فكل ده هيبقى النهارده وصفاتنا اللي هنعملها من اصل وصفه طماطم او صلصه طماطم، سهله وجميله وبسيطه جدا ان شاء الله تعجبكم. صلصه الطماطم الاساسيه هتكون مقاديرها ايه؟ هتكون 3 كيلو طماطم كونكاسيه. يعني ايه كونكاسيه؟ يعني خدنا الطماطم عملنا فيها علامه اكس من تحت، نزلناها في ميه مغليه، قشرناها، قطعناها ارباع، بس ده كل اللي مطلوب منكم. 3 كيلو طماطم كونكاسيه، معلقتين كبار سكر، شويه ملح، ولتر مرقه دجاج. ده اللي هنحتاجه عشان نعمل الصلصه. طيب الطماطم الكونكاسيه بتاعتي اهي، هتجيبها لنا الكاميرا دلوقتي. هتلاحظوا ان مفيش قشر عشان احنا عملنا فيها التشريطه او علامه الاكس اللي من تحت، ونزلناها في ميه مغليه. الميه المغليه بتدخل ما بين القشره ولحم الطماطم، فبنعرف نشيلها بكل سهوله من غير ما نخسر ولا نقطه من قشر من لحم الطماطم، وتفضل معانا بنفس كميتها سليمه وجميله وزي الفل كده. هناخد الطماطم الحلوه دي ننزلها هنا في الحله، بس عايزه احط لها شويه زيت. ممكن يبقى زيت نباتي، ممكن يبقى زيت زيتون، حسب بقى انتوا البيت عندكم بيحب ايه. في عائلات زيت الزيتون هو رقم واحد عندها، في عائلات زيت الزيتون ده لا ما ينفعهاش خالص وما بتستخدموش ابدا. كل عيله وليها السيستم بتاعها والنظام بتاعها، فانتوا اعملوا اللي يناسبكم. الطماطم السكر الملح، مش لازم ملح كتير، انا مش بطبخ انا بعمل صلصه لسه هستخدمها في حاجات كتير، فعادي ان الملح يكون بيضاف بعد كده مفيش اي مشكله ساعه الطبخ. هجيب سباتشولا او معلقه خشب اقلب الكلام الجميل ده، عايزه بس مجرد كده ايه الطماطم تاخد تقليبه مع الزيت. ومش ضروري لو حد عايز يعملها نسخه صحيه خالص هيشيل الزيت تماما ويعملها ني في ني. طيب الكلام الجميل ده فاضل له ايه؟ فاضل له مرقه. انا مش بعمل هنا مركز طماطم، انا بعمل صلصه عاديه هستخدمها للمكرونات، فطبيعي لازم اخفها بحاجه. ادي المرقه وكده صلصتي، مش فيش حاجه فاضله لها غير انها تفضل على النار. هغطي عليها لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي ايه اللي هيحصل؟ هضربها بالهاند بلندر في الكبه في الخلاط باي شكل يعجبنا، هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده بعد الضرب، احنا هنضرب بكل حاجه بس لما يجي الوقت. شايفين بقت عامله ازاي؟ صلصه جميله لذيذه وعماله تتكثف وتغلي وزي الفل. انا مش مدياها اي طعم، سايباها كده سك خالص، علشان لما اجي استخدمها استخدمها براحتي على حسب الوصفه اللي انا عايزاها. فانا عندي هنا صلصه الطماطم جميله وزي الفل، وانا شايفه الكثافه دي مناسبه جدا للوصفات اللي احنا هنعملها، فهشيلها من على النار، مش عايزاها تتقل عن كده، مش عايزاها تتسبك قوي، احنا ما بنعملش طبيخ يعني، فمحتاجين ان الموضوع يكون ايه بالعقل. ممكن بعد اذنكم يا جماعه تدخلوا لي حله كبيره كمان، شكرا. هنعمل ايه دلوقتي؟ كده عملنا صلصه الطماطم، يبقى تاني للمراجعه احنا عملنا ايه. اللي احنا عملناه ان احنا جبنا طماطم 3 كيلو عملناهم كونكاسيه. كونكاسيه يعني ايه؟ يعني جبت حله كبيره مليانه ميه مغليه وشربت الطماطم، عملت لها علامه اكس من تحت، وقمت منزله الطماطم في الميه المغليه دي، خدت اقل من غلوه، مجرد القشره تفصل اقشرها واخد لحمها اقطعه ارباع. خدت اللحم ده نزلته في شويه زيت، ضفت له شويه سكر وشويه ملح وشويه مرقه، وبقى عندنا بالمنظر ده.
وهسيبه يغلي مع المرقه لحد ما يتهري تماما. عايزه الاقي لحم الطماطم ده داب دوبان كده وما بقاش لي اي شكل. ساعتها هقوم اخده في الخلاط او بالهاند بلندر او بالكبه واعمل ايه؟ اطحنه تماما. يبقى عندي صلصه جاهزه لاي نوع مكرونه من اللي هنعملهم النهارده او اي نوع مكرونه تاني انتوا بتحبوه. هناخد مين على التليفون؟ ما تنسونيش في الحله بسرعه من فضلكم. شكرا. مريم معانا على التليفون. يا مريم اهلا وسهلا. قطع يا مريم، كلمينا تاني حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. اول مكرونه هنبدا بيها النهارده هي المكرونه الليبيه، والمكرونه الليبيه هيكون مقاديرها كالتالي. هنحتاج 500 جرام لحمه ضاني مسلوقه، لحمه ضاني وسلقناها تماما، دخلوها لي برضو يا روان. و300 جرام مكرونه اساور كبيره، الاساور اللي هي عامله كده حلقات تختوخه شويه، دي الاساور اللي احنا محتاجين نستخدمها. بصلتين مفرومين ومعلقتين كبار ثوم مفروم وكوبايه بقدونس مفروم وواحد فلفل احمر حار صحيح، واحد فلفل اخضر حار صحيح، ثلاث فلفلات رومي مفرومه وجزرتين مبشورين وثلاث معالق كبيره صلصه و500 مللي، 500 مللي يعني كوبايتين صلصه طماطم اساسيه من اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، 500 مللي مرقة سلق اللحمة، اللحمة المسلوقة بتاعتنا الضاني أو عادي ممكن مش ضاني على فكرة هنستخدمها، هي هي المرقة بتاعتها، سمنة ومعلقتين صغيرين كزبرة ناشفة، معلقتين صغيرين كمون، رشة جوز الطيب، ونص معلقة صغيرة حبهان مطحون، ونص معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، ونص معلقة صغيرة قرفة باودر، وملح وفلفل أسود. طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ أول خطوة هنبدأ بيها هي تحمير المكرونة. عايزة أدي المكرونة تحميرة صغيرة، التحميرة دي هتخليها مع السلق تفضل كده جميلة ومتماسكة وتشرب الصوص وتبقى جميلة جدا ومناسبة للوصفة بتاعتي. أخبار الحلة إيه يا ولاد؟ طيب يلا بينا. كل اللي هنعمله إن احنا هنحط حلة على النار تسخن وعلى طول هنشتغل. يلا بينا، حلتنا على النار. دي مكرونه بقى كده ايه دسمه بصراحه، دسمه كده وكلها خير كده وجميله، تنفع جدا لو عندكم اي بواقي لحمه ضاني من العيد ينفع تستخدموها في الوصفه دي جدا. حلتنا على النار، سمنتنا على النار، وهناخد المكرونه. واول حاجه عايزه المكرونه تتحمر تاخد لون ذهبي. يا مريم اهلا وسهلا. مريم ايه ما حصلهاش حظ بقى اتكلمنا النهارده. المكرونه عايزين نحمرها تحمير خفيف متوسط، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، تاخد لون ذهبي مناسب. معانا مريم تانية النهارده كل بيكلمونا اسمهم مريم. يا مريم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكي، منوراني. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا روحي، اتفضلي. معلش خط قطع، كلمينا يا مريم تاني. اه المريمات كلهم النهارده حظهم ايه غريب. المكرونه بتتحمر وكل امورنا تمام. وايه رايك يا حمدي عبال ما المكرونه دي تتحمر نطلع فاصل؟ ممكن؟ يلا بينا. قبل ما المكرونه تتحمر بدل ما نفضل واقفين مستنيينها هنطلع فاصل صغير جدا، نرجع منه تكون اتحمرت نكمل وصفتنا ونشوف وصفاتنا التانيه ايه مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وما عملناش حاجه وانتم مش موجودين غير ان المكرونه اتحمرت وخدت لون ذهبي مش فاتح قوي، يعني هنديها شويه لون كده عشان لما تستوي في الصلصه ما تعجنش. هنعمل ايه دلوقتي؟ نبدا نضيف لها بقيه المكونات، البصل وعلى طول معاه الفلفل، الجزر، عندي كمان قرون الفلفل
هقلب كل الكلام ده مع المكرونة. تقليب كويس، عايزين كل الخضار يا دوب بس يدبل. بصل حامي قوي، شوية خضرة، شوية ثوم، تقليبة كمان، وبالمرة هنضيف اللحمة. اي بواقي لحمة عندكم تنفع او اي بواقي فراخ حتى. الصلصة عشان تاخد التشويحة بتاعتها، ومع الصلصة هحط كل التوابل برضو تاخد التشويحة بتاعتها. وانا بكلم كارما، يا كارما اهلا وسهلا. جوزة الطيب، كزبرة، ازيك يا كارما عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، انت كويسة؟ انا بحبك قوي يا سارة. ميرسي يا روح قلبي، ربنا يخليكي. انا عايزة اعرف طريقة عمل الحواوشي. حواوشي من عيني الاتنين. حاضر يا كارما، نورتيني حبيبتي واهلا بيكي. حطينا حبهان وقرفة وجنزبيل وملح وفلفل. وحبهان مطحون، وعايزين نشوح الصلصة بقى. انتوا عارفين تشويحة الصلصة النية دي قد ايه بأكد على اهميتها، تخلي الطعم يفرق جدا 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 النهائي. تقليبة حلوة، ونكلم احمد على التليفون واحنا شغالين. يا احمد اهلا وسهلا. طيب يا احمد كلمنا تاني واهلا وسهلا بيك. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شوية من الصلصة بتاعتنا، الصلصة الاساسية اللي حضرناها، والباقي مرقة اللحمة اللي سلقناها، هنقلب كل الكلام ده مع بعضه. بس كده بقى عندنا صلصة محترمة. انا شايفة ان انا ممكن اضيف شوية مية صغيرين، شوية بس عشان يدوا كده مساحة للمكرونة ان هي تستوي حلو. تقليبة، وشكرا جزيلا. هنغطي عليها، ننزل كل حاجة على الجناب ونسيبها تستوي. هفضل مغطية عليها لحد ما ابقى عايزة الصوص يتقل، هفتح الغطا. معايا رحمة على التليفون. يا رحمة اهلا بيكي. اهلا بيكي. ازيك يا رحمة عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، وطول ما انت بخير. والله اكلاتك جميله وعجبانه. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي كل ذوق. انا بس عايزه اعرف عمال الحواوشي. حواوشي لسه مطلوب مننا الحواوشي، فهنجاوب عليه من عيني الاثنين. ونورتيني يا رحمه، اهلا وسهلا بيكي، شكرا جزيلا على اتصالك. نظفنا مكاننا كده سريعا، وعندنا اول مكرونه اتحطت على النار. الصلصه راحت فين؟ الطماطم اللي انا سايباها تغلي وديتها المطبخ عشان اوسع الدنيا هنا فاعرف اشتغل براحتي. فانا عندي كده المكرونه اللي مستوحاه من النكهات الليبيه او من المطبخ الليبي عملناها. وعندنا تاني حاجه هنشتغل فيها دلوقتي المكرونه الهنديه، وهي برضو مش مكرونه في صميم المطبخ الهندي، ولكن هي مستوحاه من المطبخ الهندي. ده كونسبت او مبدا حلقتنا النهارده. المكرونه معانا التليفون الاول، ناخد المقادير الاول. المكرونه الهنديه 300 جرام مكرونه بنه نص سلق، بنه يعني قلم نص سلق بس، اربع صدور دجاج متقطعه جوليان، معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقه كبيره جنزبيل مفروم، ويا ريت يكون طازه ونعمه خالص، واحد فلفل احمر حار قرن كده صحيح، بنحب اكلنا حامي ممكن نفرمه، كوباية كزبرة مفرومة، 500 ملي صلصة طماطم أساسية، كوباية ونص لبن رايب، معلقتين كبار صلصة، زبدة، زيت نباتي، معلقة كبيرة بهارات هندية، نص معلقة صغيرة زعفران باودر، وملح وفلفل أسود. ونبدأ شغله على طول.
عندي هنا قطعة من الزبدة حوالي معلقتين كبار، ممكن معلقة ونص كمان، يعني مش معلقتين. وعندي شوية زيت حماية للزبدة من ان هي تتحرق. انتوا عارفين انا دايما بخاف على الزبدة، فدايما بأمنها بزيت. نجيب سباتشولا وعلى طول الزبدة تسيح، ونحط لها قرن الفلفل. وصعب. وحننزل الفراخ كلها دلوقتي فيها. هقرب بس المقادير كده. ويلا بينا. يبقى أول حاجة الفراخ هنزلها تتشوه. تقليبة. وما نشغلش بالنا بيها دلوقتي. هنحط معاها الجنزبيل. هنحط كمان الثوم المفروم والكزبرة. أنا كده بسوي الفراخ بنكهة وهمية من قبل حتى أي صوص ولا أي حاجة. وادي الثوم. الثوم كتير في الوصفة دي بيبقى أحلى. ونقلب كده مع الفراخ. وهنيجي دلوقتي نحط لها التوابل واحنا بنكلم عليها. يا عليا اهلا وسهلا. الو عليا اهلا بيكي. ايوه مساء الخير يا استاذه ساره. مدام عليا اهلا وسهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت تسعديني لما بشوفك على فكره. الله يكرمك يا حبيبتي، كلك ذوق كلك ذوق يا جميله. وانا بتصل بيكي بس عشان اقول لك حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك جبرا يتعجب منه واهل السماوات والارض يا رب، ويجعلوا دي دعوة نصيبك ويومك تفتحي بيه كده بقيه حياتك ان شاء الله. انا بحبك في الله. ربي يخليكي يا حبيبتي، يا رب يخليكي. وانت مش متخيله النهارده انا محتاجه الدعوه دي قد ايه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. كتبتها لك على الانستجرام حبيبتي، ربنا يجعله من نصيبك حبيبتي. ما دام كتبتها لي على الانستجرام يبقى شايفه الخناقه. ما يهمكيش حبيبتي، ربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله. لا عادي، انا بتعجب بس من الناس. يعني بصي هقول لحضرتك حاجه مدام علياء، في الوقت اللي الناس قاعده تقطع نفسيها على موضوع تافه جدا جدا جدا، انا روحت وقابلت اصحابي واتغدينا سوا، وروحت تاني وقعدت مع بابا وماما واخواتي واتغديت معاهم تاني علشان اللمه حلوه يعني، ونزلت بالليل قابلت اصحابي تاني. فبجد والله انا بيصعب عليا ان حد يهدر حياته في حاجات تافهه للدرجه دي. انتوا قاعدين الناس، بقى احكي لكم الخناقه ايه. بمناسبه الخناقه يعني الناس قاعده تتخانق، طبعا انقسموا الى فصائل. في فصيل شايف ان انا خرجت عن الاسلام عشان لبست تربون، مع ان انا بلبسها طول عمري من وانا تخينه، مش حاجه جديده يعني في حياتي. وفي فصيل شايف ان التربون شكل وحش، وفي فصيل شايف ان ايه ده انت خسيتي قوي كده ليه، وفي فصيل شايف ان يعني التربون ده اللي هو زي البوني اللي كنت لابساه امبارح كده. بيسالوني ايه التربون ده اصلا. شايف دي الناس اللي عندها شغل ويعني عندها حياه كده وعندها مسؤوليات، مش عارفين حتى التربون ايه. المهم وفي فصيل شايف ان انا دي حريتي الشخصيه وبيدافع عني. طبعا كلهم على عيني وراسي، بس بجد هل الموضوع بهذه الاهميه؟ هل انا مهمه للدرجه دي؟ باكد لكم لا. انا مش اهم من وقت تقضوه في حاجه مفيده، ولا اهم من وقت تقضوه مع اولادكم او حبايبكم او صحابكم زي ما انا عملت امبارح. ورجعت بالليل قعدت اقرا الكومنتس كده واضحك، رديت على شويه حاجات. يعني انا بحب ارد من باب السخريه، بس هي ما بتضايقنيش الحقيقه، او من باب ان احنا نضحك يعني، عشان الموضوع بيبقى نكد قوي فبحب اكسره بشويه كوميديا يعني. بس في الاخر انا اللي فكرت فيه بالليل ان انا قضيت يوم لطيف جدا بعيد عن كل ده، في حين ان كل ده شغال لوحده ماشي ومستمر وحروب بقى. لا ما رجعتش لقيت نكد، انا رجعت صعب عليا الناس اللي نكدوا على نفسهم يوم كامل وانا مبسوطه. فاهمني يا حمدي؟ اللي هي صاحبه الشأن نفسها مش جزء من الموضوع يعني. ف دماغكم يا جماعه كبروا وما تتدخلوش. بالظبط، ريحوا بالكم يعني، الموضوع مش بهذه الاهميه. اكيد الحياه فيها مواضيع اهم بكتير، مجرد وقت تقضوه مرتاحين ومبسوطين وبالكم هادي ده اهم من كل الهري ده.
لا هو انا كنت ماليش علاقه بالموضوع خالص، طب فاهم غلط، انا كنت بشرب كوفي ماليش دعوه. بس فارجوكم يعني اعملوا زي كده، اخلقوا لنفسكم بالونه من كل ما هو سلبي، حطوا نفسكم فيها، مالكوش دعوه باي حاجه، اعملوا اللي يريحكم واللي يرضيكم. الناس اللي ما اعرفش شايفين ان هم فجاه بقوا حكام بيصدروا احكام على البشريه ولازم بقى يحاسبوا كل واحد مين عمل ايه ومين خالف ربنا، مين حضرتك عشان تحاسب حد اصلا؟ ولا مين حضرتك عشان تحاسبي حد؟ خليكوا في حالكوا احسن اكيد واصح عشان صحتكوا، واتبسطوا كده. حطينا الصلصه، والصلصه بتتشوح مع الفراخ، الخطوه اللي انا دايما دايما بحبها وباكد عليها. وبشكر طبعا مدام عايده الجميله على دعوتها الجميله الحلوه، وبشكر كل اللي بيدافعوا عني، وبطلب منهم بجد والله ما تبذلوش جهد في ده يعني. خلاص بقى انسوه. يلا بينا، ايه رايكم بعد ما حطينا الصلصه فاضل عندنا ايه؟ صلصه الطماطم الاساسيه اللي حطيناها اللي عملناها اللي قلنا هنستخدمها في كل الوصفات، هنحط منها شويه برضو حوالي كوبايتين، ممكن اقل سنه كمان. تعالوا نبص على المكرونه اللي مستوحاه من المطبخ الليبي، حصل لها ايه؟ الله الله، بصوا بتتسلق وبتشرب الصوص وكل امورنا ماشيه زي الفل. مادام بدات تستوي كده انا بفضل اني افتح عليها الغطا، لو حد بيحبها صوصي قوي، لو حد بيحبها صوصي قوي كده يبقى الصوص عايم فيها كده، هيخسبها متغطيه علشان تفضل محتفظه بالصوص بتاعها ما يتبخرش. طيب الصوص ده هنا هيغلي دلوقتي مع الفراخ، وانا عندي لبن رايب، اللبن الرايب حساس ما ينفعش احطه في حاجه بتغلي قوي كده هيفصل على طول. فانا هعمل ايه؟ هحط المكرونه بتاعتي شويه تستوي معاها او تتقلب معاها، وفي الاخر خالص بعد ما ابقى خلاص يا دوب هرفع من على النار هحط اللبن الرايب. المكرونه طبعا مسلوقه نص سلق، فلما تنزل هتنزل مقدار من الماده النشويه، هيعمل ايه؟ هيتقل الصوص ده، وده حلو، ده مطلوب، ده اللي احنا عايزينه. انا بس شايفه ان احنا لازم ندي الموضوع شويه ملح ونقلب كده. ريحه الجنزبيل وهميه، يا ريتكم تشموها. بصوا المنظر. ايه رايك نحط اللبن الرايب ونطلع فاصل؟ يلا. اول ما اكون حاجي احط اللبن الرايب هوطي النار خالص، انا التقليبه دي عندي حلوه قوي كده، وهاجي احط اللبن الرايب بالمنظر ده، ومش قادره اقول لكم طعمه وهمي ازاي، عشان بيكسر حده التوابل الهنديه فبيظبط الدنيا جدا. الصوص الروزيه اللي انا شايفاه ده اسمه صوص باتر تشيكن، هو في الوصفه بيتعمل بالزبادي، بس انا عشان عايزه صوص عملت باللبن الرايب، هو نفس الفكره تقريبا ونفس النكهه تقريبا. وتقليبه كده هسيبها يا دوب بس تسخن على النار مع مع اللبن الرايب، واشيل، مش عايزه اللبن الرايب يغلي زي ما قلت لكم علشان ما يفصلش. وعبال ما ده يحصل هتطلعوا فاصل صغير جدا، ترجعوا منه تلاقوا المكرونه دي جهزت، والمكرونه دي على وشك تجهز، ونخش على طول في وصفتين تانيين مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وما عملناش حاجه وانتوا مش موجودين، وفي هنا جريمه بتحصل. المكرونه شكلها رهيب، وشربت الصوص واستوت وكل امورنا تمام، شربت الصوص لنسبه ولسه عندنا شويه صوص، وده بالظبط اللي احنا عايزينه، لا عايزينها تشربه كله ولا عايزينها تسيبه سائل كله. طبق وطبعا هنا اللي بالصوص الهندي او بالباتر تشيكن صبناها او غرفناها، وهنيجي هنا برضو نغرف الجميله دي. زي الفل. اهم حاجه ما
ما نبالغش في سوى المكرونه، مش عايزين نهريها ونفعصها ونعجنها، عايزينها كده تبقى الدنتي زي ما بيقولوا او لسه فيها ايه العضه بتاعتها. طبعا الصوص اللي انتوا شايفينه ده عظيم، لما نيجي ناكل هنلاقيها غرقانه في الصوص. نوزعها كده وناخد كده من الصوص نسقي زي ما بيقولوا. ودي بس مش متشربة يا حمدي، دي مستوية في الصوص، يعني مش مكرونة وتحط، دي مستوية فيه اللي عاملينها بالنكهة اللي بيه. احنا مسويين المكرونة نية تماما في الصوص، فالموضوع جبار كده. عندنا مكرونتين طلعوا وامورنا ماشية زي الفل. تعالوا نشوف المكرونة التالتة معانا ايه. عندنا مكرونتين، واحدة ايطالي وعندنا كمان واحدة مصري. تعالوا نشوف المكرونة المصري ولا الايطالي. مصري ولا فين الكبده؟ انا مش شايفه كبده. اوكي ماشي، ما انا عماله افكر اين الكبده. يلا نبدا بالايطالي ما دام هي الجاهزه. يلا هنبدا بالمكرونه الايطالي. والمكرونه الايطالي مكوناتها 300 جرام مكرونه فارفيلي نص سلق، فارفيلي يعني فيونكات. وكل انواع المكرونه هنا يمكن تغييرها زي ما انتم عايزين، مش شرط النوع ده للوصفه دي، عادي براحتكم. 250 جرام سجق بلدي، وانا اخترت بلدي لانه قريب من الايطالي على فكره، قريب من الايطالي في الطعم باستثناء بعض الاعشاب، هم بيحبوا يحطوا فيه شمر، بيحطوا فيه بابريكا، في استثناءات كده، بس انا عارفه ان مش كل الناس هتعرف تجيب سجق ايطالي، فاللي يعرف يجيب الايطالي زي الفل هيطلعه احلى، اللي مش هيعرف هيستخدم البلدي. 8 فصوص ثوم شرايح، 1 فص فلفل احمر حامي مفروم، 1 فلفل اخضر حامي مفروم، نص كوبايه بقدونس مفروم، نص كوباية زيتون اسود شرايح، 5 شرايح انشوجة مفرومة 500، محدش يستغرب الانشوجة وهتدينا طعم خرافي ومش هتحسوا اصلا ان في انشوجة، واللي عنده مشكلة نفسية من فكرة ان في انشوجة في الصوص هيشيلها تماما، بس هو ده الصوص الصح بيتعمل كده. 500 ملي صلصة طماطم اساسية، الصوص الايطالي الصح مش الصوص بصفة عامة، الايطالي بيتحط فيه انشوجة. معلقتين كبار صلصة، كوباية مرقة لحمة، زيت زيتون وملح وفلفل اسود. هنبدأ بالسجق. أول حاجة يتشوح، شوية زيت زيتون وشوية زيت الزيتون، دول هناخد معاهم السجق يتشوحوا. أنا حاسة الطاسة بقى سخنة قوي فأنا هبعدها عن النار حبة، مش عايزة الزيت يتحرق طبعا، فعشان كده بعدت عن النار. وتحاولوا كده دايما وانتوا بتطبخوا تحافظوا على نظافه لبسكم، لقيتوا حاجه بتطرطش ابعدوا شويه، مش بس على نظافه لبسنا هنحافظ، هنحافظ على نظافه لبسنا وهنحافظ على نفسنا، ما الطرطشه دي ممكن تيجي على ايدي على عيني على دراعي، فعشان ده ما يحصلش ابعدوا شويه عن الفرن مفيش فيها حاجه. السجق عايزينه يتشوح، ولحد ما السجق يتشوح تعالوا نحطه كمان تسخن على النار، ولا خلونا ناخد الكبيرة الحلوة دي. يلا نسيبها تسخن على النار وعبال ما السجق يتشوح ونقول مع بعض مقادير المكرونة المصري. لاحظوا ان لحد دلوقتي احنا بنستخدم صوص الطماطم الاساسي اللي احنا عاملينه مع بعض في الحلقة بأبسط طريقة في العالم. المكرونة المصري هنعملها ازاي؟ 300 جرام مكرونه قلبه، القلبه اللي هي النص دايره هوريها لكم دلوقتي اهي باينه، النص دايره دي اسمها قلبه، اي شكل تاني ينفع عادي جدا. يبقى 300 جرام، وليه دايما بنقول 300 جرام؟ عشان ال 300 جرام هو الكيس، كيس المكرونه 300 جرام، فعشان كده بنقول دايما 300 جرام. 300 جرام مكرونه قلبه نص سلق، 250 جرام كبده بقري عصافيري، معلقه كبيره ثوم مفروم، بصلتين مفرومين، فلفلتين رومي مفرومين، وفلفل اخضر حامي مفروم، 500 ملي صلصه طماطم، كوبايه مرقه لحمه، معلقتين كبار صلصه، زيت نباتي، معلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره كمون، نص معلقه صغيره حبهان مطحون، ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. طيب هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ شوحنا السجق، على طول مع السجق هننزل الثوم، ومع الثوم
الأنشوجة وممكن الاستغناء عنها زي ما قلت. عايزين الأنشوجة تدوب تماما ما حسش بيها. الفلفل الأخضر الحامي والفلفل الأحمر الحامي، ما بنحبش الحامي هنستبعده تماما. ومعانا رودينا على التليفون واحنا شغالين كده. يا رودينا اهلا وسهلا. ازيك يا رودينا؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. اموريني انت تعمليها من الاول المكرونه. ايه يا حبيبتي؟ بقول لك الشغل اللي بتعمل حلو قوي. ميرسي يا حبيبه قلبي، يا رب يعجبك ان شاء الله. ميرسي يا رودينا، نورتيني يا حبيبتي وشرفتيني واهلا وسهلا. التوم اتشوح مع الصلصه مع السجق مع كل حاجه. عايزين دلوقتي ايه؟ شويه صلصه طماطم كده. محتاجين تاني هناخد من الباتش التانية. بصوا بقى دي اللي كانت في الحلقة اهي، عصرناها بنفس الطريقة ومبتحتاجش بقى تصفية، احنا اصلا شايلين القشر والامور زي الفل. هاخد منها معلقة كمان. درجة سواها طبعا ترجع لذوقكم الشخصي، راحتكم خالص. انا بس هشيل كده تهدى من الحرارة شوية عشان الصلصة بتطرطش، وأقلبها. هرجعها على النار. ومحتاجة أضيف لها معلش أنا أكشن، شوية مرقة، شوية زيتون. نشيل الحاجات الفاضية وناخد منا على التليفون. يا منا اهلا وسهلا. قطع يا منا، كلمينا تاني يا حبيبتي. اهلا بيكي نورتينا. الصوص كده بياخد الغلوتين التلاته بتوعه عشان كده ايه، بس الطعم يتركز كده ويظبط. وعايزين كمان ملح وفلفل. لاحظوا ان احنا بنحط ملح للمكرونه كمان مش للصوص بس، فلازم يكون زيادة شوية. فلفل، تقليبة، وهناخد المكرونة تكمل سواها في الصوص الجميل ده. بس زي الفل. هقلب هسيب بقى الموضوع ايه، السحر يحصل. المكرونة تنزل المادة النشوية بتاعتها وتكمل سوا وتشرب الصوص، والصوص طعمه يتظبط. وكده بقى عندي مكرونة اللي بالنكهة الإيطالية أو المكرونة الإيطالية بنفس صوص الطماطم الأساسي. طيب المكرونة المصري هنبدأ بإيه؟ إحنا عندنا هنا ووك على النار. إيه رأيك أحط الكبدة تتشوح ونطلع الفاصل؟ مش تاخد مننا ثانية. عندي ووك على النار بتسخن وشوية زيت. طبعا المكرونة الإيطالي مجرد ما تاخد غلوة أو اتنين مع الصوص خلاص هشيلها. هعمل إيه دلوقتي هنا؟ هضيف سباتشولا نضيفة. الكبدة مقطعينها عصافيري خالص. وعلى طول مع الكبدة كل التوابل والفلفل عشان من الأول عايزاها تاخد طعم. فلفل رومي، فلفل حامي، احنا حاسين بالقلب. والثوم كمان ولسه هحط لها حاجات تاني، بس أنا عايزة اخد كمان التوابل. كزبرة، كمون، حبهان، جوزة الطيب، كزبرة،
كمون. الكبدة لازم تستوي مع الحاجات دي عشان هيفرق جدا في طعمها وفي طعم الصوص بتاعي في الآخر. طيب الحاجات الجميلة دي ناقصها حاجة واحدة، شوية بصل نقلب ونسيب الكلام ده على النار، هضيف ملح وفلفل اسود واسيبه على النار لحد ما البصل يدبل والكبده تستوي وكل امورنا تبقى تمام. المكرونه الايطالي هنا خلاص محتاجه بس تتشال وتتقدم، مش محتاجه اي وقت اكتر من كده على النار، يا اما هتتهري مني وكل اموري تمام. ايه رايكم نطلع فاصل صغير جدا 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 لحد ما الكبده دي تستوي نرجع نكمل وصفتنا؟ مستنياكم. رجعنا من الفاصل ومعملناش حاجه وانتم مش موجودين غير ان سيبنا الكبده مع كل حاجه حطيناها معاها، الفلفل والثوم والبصل والتوابل تستوي. دلوقتي جه وقت الصلصه، هوسع لها كده مكان في نص الطاسه عشان تنزل تتشوح على طول، واقلبها مع الكبده. زي الفل كده الاساس بتاع المكرونه جاهز. فاضل ايه؟ فاضل نكمل بشويه صلصه من الصلصه الاساسيه اللي عملناها. احنا عايزين صوص بقى، واحده كمان حطيت حوالي مغرفتين ونص ثلاثة كده، وعلى طول هحط معاهم شوية مرقة لحمة. هنقلب بس كده، مجرد ما تغلي هننزل المكرونة فيها، وهي غليت على طول، كل حاجة سخنة كله غلي على طول. هننزل المكرونة بس، نقلب وكده صلصه واحده. بصوا طلع منها اربع وصفات من الشرق ومن الغرب، كل واحده مختلفه عن التانيه تماما. في اللي يناسب اللي من مطبخنا، في اللي من مطابخ عربيه، في اللي من مطابخ اجنبيه، رحنا لحد اسيا مطبخ الهندي. يعني اللي عايزه اقوله لكم ان الحاجات الاساسيه مهمه قد ايه. يعني بصوا دي طلع منها اربع افكار ما يحسسوش باي ملل ولا اي تكرار، سهلين صراع. لو انا عامله الصلصه وشايلها في الفريزر الموضوع خلاص كل الجهد راح تقريبا. طيب الصلصه دي لو انا هعملها للتخزين في مشكله ولا اي مشكله؟ هتعمليها كل اللي هتضيفيه شويه ملح ليمون رشه كده، او نص يعني نص معلقه صغيره من ملح الليمون، وهتشيليها في الفريزر هتفضل صالحه لمده 6 شهور. يفضل بس ان احنا نستخدم برطمان معقم زجاجي او اكياس، انتوا حرين بقى، بس افضل البرطمان يعني، بس يكون معقم عشان يطول عمرها. وهنسيبها في الفريزر، مش هنفكها ونجمدها ونفكها ونجمدها، لا هي تتفك مره واحده بس قبل ما نستخدمها، وكده نبقى خلصنا. انا بس عايزه اقدم المكرونه دي اخر مكرونه معانا النهارده بنفس الصلصه الاساسيه، مكرونه مستوحاه من المطبخ المصري. يبقى كده ايه، لفينا لفة محترمة في كل المطابخ نوزعها، ولسه طبعا عندنا النجم اللي هو الصلصة، عايزين نحطها في الشفشق ونقدمها هي كمان. مفيش، هي ثانية مش تاخد ثانية من تخيل لو طق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بس شوية صلصة كده عشان نقدمهم. ودي كانت حلقتنا النهاردة،
النجل كان صلصة طماطم أساسية عملناها لكل المكرونات، خدنا منها كذا صوص من كذا حتة في العالم، لفينا لفة محترمة. فده لما يبقى عندي، دي وصفة كده زي الكنز تنفعني في حاجات كتير. هنجيب بس آخر طبق مكرونة معانا، وادي الصلصة، ويبقى كده عملنا المكرونة. دي هتضايقكوا كده في النص صح؟ هتضايقكوا. الإيطالي بالسجق، المصري بالكبدة، الليبي باللحمة الضاني، الهندي بالفراخ. ممكن نبدل فراخ بلحمة مفيش مشكلة، ممكن نعمل حاجات نباتي مفيش مشكلة، المهم إنها تكون عجباكوا وتكون على ذوقكم وتكون زي ما انتوا عايزين. هنعمل بس شوية تزويق كده لطيف للمكرونات بتاعتنا، ونقول لكم يا رب تكونوا استفدتم النهاردة، يا رب تكون الحلقة فادتكم، يا رب إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ متابعينا وبتطبقوا وصفاتنا. كنت معاكم سارة عبد السلام النهاردة، هكون معاكم إن شاء الله يوم بكرة في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ، وأشوفكم على خير. مع السلامة.